الطريق الى كابول من ادلب وعبر البوابات التركيه من اجل تامين مطار عاصمه افغانستان هو العنوان التركي الجديد لتجنيد مجموعات من الفصائل المسلحه ومن اجل تنفيذ المهمه اسست المخابرات التركيه مركزين في مدينتي عفرين بريف حلب وادلب والخيار الجغرافي ليس عشوائيا فانقره لا تستثني احدا من هذه المهمه التي تحتاج فيها الى ثلاثه الاف مسلح سواء من المجموعات القاعديه المتمركزه في ادلب ام من الفصائل السوريه الموجوده في عفرين أنقرة استبقت عملية أمنية معقدة وغير مضمونة نتائج مسبقا بإبقاء 500 من جنودها قرب مطار كابول في سياق مفاوضات بينها وبين الحكومة الأفغانية لتأمين المطار وحمايته مسلحو تركستان والشيشان والإيغور أول الواصلين إلى قوائم التجنيد بعد تضييق الجولان الخناق عليهم وتهديدهم بالترحيل عن إدلب إثر رفضهم الانضمام إلى تنظيمه تركيا بدأت بفتح قنوات مع الفصائل القاعدية بحسب مصادر ميدانية للعمل تحت أمرتها في أفغانستان في مؤشر واضح على أن تركيا تريد التخلص من ملف هذه المجموعات في إدلب وزجهم في معركة أفغانستان التي تعتبر ارضا مهمه في الفكر الجهادي التكفيري. انقره توسع عملية التجنيد خارج اسوار ادلب، ناشطون نقلوا عن مسلحين سوريين عالقين في ليبيا انه قد اشترط عليهم التوجه الى كابول مقابل الخروج من المحرقه الليبيه ضمن عقود تبدا من ثلاثه اشهر وحتى سنه وبرواتب تراوح بين 1500 و3000 دولار بحسب مده العقد. مصادر ميدانية أكدت للميادين بأن تركيا أبلغت المسلحين بأنهم سيتلقون تدريباتهم ضمن معسكرات في الداخل التركي تمهيدا لنقل الدفعة الأولى منهم إلى أفغانستان نهاية شهر آب أغسطس المقبل. تركيا تحتاج إلى خزان بشري من هذه الفصائل لتعزيز وجودها العسكري في أفغانستان بعد إتمام الانسحاب الأمريكي منه. دي مناصيف دمشق، الميادين.